مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا رغد وهاي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن كم يدفع اليوتيوبرز من ارباحهم للدولة، فيلا خلونا نبلش. الدولة بتاخد ضرائب على اي مشروع عملي يقام في الدولة، واليوتيوب ايضا يعتبر وسيلة رزق لانه من خلاله بيحصل اليوتيوبرز على فلوس. فبيعتقد اغلب المتابعين انه الدولة بتاخد ضرائب من اليوتيوبرز. اذا هالكلام صحيح، تعالوا احكي لكم كم كل يوتيوبرز بيدفع للدولة ارباحه. اول هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي عائلة انس واصالة، وهي من اكثر العائلات المشهورة في الوطن العربي، وبتراوح ارباح عائلة انس واصالة شهريا من 30,000 الى 45,000 دولار. فعائلة انس واصالة بتدفع للدولة ما يقارب 300 دولار امريكي. تعالوا نشوف تاني هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي عائلة مشيع، وهي ايضا من اكثر العائلات المشهورة على اليوتيوب بالشرق الأوسط. بيتراوح أرباح عائلة مشيع ما بين 72,000 دولار إلى 100,000 دولار أمريكي شهرياً. ولأنه عائلة مشيع من ضمن العائلات العربية اللي أرباحها قوية جداً في اليوتيوب، فبتدفع للدولة ما يقارب 600 دولار. تعالوا نشوف ثالث هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي عائلة إسيا مايند وشهد، وهي أيضاً من العائلات المحبوبة جداً في محتواها على اليوتيوب، وبتراوح أرباحها ما بين 9,000 دولار أمريكي إلى 20,000 دولار أمريكي شهريا، وتدفع ضريبة للدولة من 200 دولار إلى 250 دولار. رابع اليوتيوبرز اللي معنا واللي هي ستارز، وهي من ضمن أكبر اليوتيوبرز بالشرق الأوسط ومن أوائل اليوتيوبرز اللي بلشوا بهالمجال، وبتراوح أرباحها ما بين 20,000 دولار أمريكي إلى 44,000 دولار شهرياً. ولأنه نور من ضمن أكبر اليوتيوبرز في الشرق الأوسط، فهي بتدفع للدولة ما يقارب 800 دولار. أما غيث مروان وهو خامس هاليوتيوبرز اللي معنا، وهو أيضاً من أكثر اليوتيوبرز المحبوبين جداً من متابعينهم وخاصة في الفترة الأخيرة. أما بالنسبة لأرباحه فهي بتتراوح ما بين 9,000 إلى 36,000 دولار أمريكي شهرياً، وبيدفع للدولة ما يقارب 200 دولار. تعالوا نشوف سادس هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي مختلفة تقريباً عن اليوتيوبرز اللي ذكرناهم بالسابق، واللي هي تيما كام، وهي يوتيوبرز فلسطينية وبتراوح أرباحها ما بين 4,000 إلى 10,000 دولار أمريكي. ولكن تيما كام لأنها فلسطينية ما بتدفع ضريبة أبداً للدولة، فأرباح اليوتيوبرز كلها ملكها. وأيضاً رهف برو لا تدفع ضريبة لأنها فلسطينية، وبهيك بيكونوا تيما كام ورهف برو من ضمن اليوتيوبرز اللي ما بيدفعوا ضريبة لدولتهم واللي هي فلسطين. سابع هاليوتيوبرز اللي معنا واللي هي ناريني بيوتي، وهي أيضاً من ضمن أكبر اليوتيوبرز بالشرق الأوسط، وهي محبوبة جداً من متابعينها. أما أرباحها فهي بتراوح ما بين 20,000 دولار إلى 77,000 دولار شهرياً. ولأنه نارين من ضمن أكبر اليوتيوبرز أيضاً في الشرق الأوسط، فهي بتدفع للدولة ما يقارب 900 دولار. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذه اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله، وشكراً لمشاهدتكم.